immer. علم التميز او بخلق التميز او بخلق الشيء المختلف الافتراضي. والله العظيم قدر يجيب استثمار عالي. وانا فاحنا اجينا وعملنا علمناهم على 3D تكنولوجي وكيف ممكن يستخدموا 3D برينتينج لحتى تساعدهم يحلوا مشاكلهم اليوميه. فهذا الشيء ممكن بالمستقبل حتى يعلمهم انه مثلا I can create واقدر اعمل شغلات ونحفز عندهم الابداع لحتى هم يصمموا ويعملوا شيء بالمستقبل بهدول الاعلام. هذا الاسبوع اخترنا نعمل مروحه مشان يشوفوا ايش هيك بتحرك قدامهم، بعدين علمناهم انه كيف هاي المروحه بينشبك عليها محرك وبضوي ضوء معين، ففي اولاد صغار لما لفوا مروحتهم ضووا معهم الضوء كثير انبسطوا على الموضوع، بس في اولاد ما زبط معهم كثير. نحاول نطور التكنولوجيا، نحاول نوصلها خصوصا لطلاب مثل هدول محتاجينها، لانه معظمهم يعني لاجئين من سوريا، فاحنا بنحاول انه نوصل هاي الفكره لهم بابسط الوسائل، انه ندخل عليهم هاي التكنولوجيا بهاي الطريقه. هلا هي التكنولوجيا هاي كثير كبيره، وفي عندنا احنا يعني امثله كثير بلشنا فيهم وحبوا هذا الموضوع ودخلوا وصاروا يتعلموا وصاروا يعلموا اللي حواليهم وصاروا يساعدوا حالهم يحلوا مشاكلهم بهاي التكنولوجيا. كيف خلصنا وكيف لحقنا اول شيء شو عملنا؟ طب يلا تمام؟ شو هذا؟